سيداتي سادتي، في هذا اللقاء الحميمي جدا وفي هذه الآونة الأخيرة التي اشتدت فيه الأعصاب وانتفخت فيه الأوداج من نتائج السيئة في الألعاب الأولمبية لريز، رغم الفوز بالذهب والبرونز، لكن إخفاق الرياضات الأخرى لم ولن ينسينا الظمأ، فترة عصبية عشناها جميعا، لأن دائما كنا ننادي بأن المستحيل ليس مغربيا. معنا لتنشيط هذا اللقاء الأستاذ سعيد عقدي، مرحبا بك. شكرا سي، وشكرا سي. والأستاذ سي أحمد الصبار. شكرا على الاستضافة سي سعيد، وشكرا لوجود وحضور صديق الصحفي المقتدر سي سعيد عقدي. إذن السؤال الأبرز، وضع صاحب الجلالة في مؤتمر الصخيرات خارطة طريق الرياضة المغربية، لماذا كل شيء أهمل؟ وكأن هذا المؤتمر وبكل ما قيل فيه من خطط ومن شمات أصبح في خبر كان. ألا تعتقد أن موسم الحصاد لا بد أن يسبقه موسم حرث جيد؟ كيف ترى الحصيلة؟ أولا أنا زيد سعيد باش نلتقاو اليوم في هذا اللقاء اللي أعتبره في الحقيقة مفخرة لنا، لأننا نجالس أحد الأساتذة الكبار السي حطبي، أساتذة الذين علمونا أسس الصحافة وعلمونا الأخلاق، علمونا مبادئ التعامل في الإطار الصحافي. إذا سعيد باش نكون مع الثلاثي السي حطبي، نتذكر الثمانينات، نتذكر الهدف الرياضي، نتذكر الاتحاد الاشتراكي، ونتذكر أولئك الصحفيين الكبار الذين انتصروا في أيامنا الحالية. أنا أفضل أن تعطي الكلمة أولا لأستاذنا الكبير السي حمد الصبار في إطار التربية وفي إطار الاعتراف السي حميد، وبعد ذلك سأدلي برأيي في هذا. إذا ما رأيك السي حميد؟ سعيد أعطاك الكلمة أولا احتراما لتاريخك المجيد. أشكركما معا لأنكما تعبران أو تمثلان فترة من أجمل فترات الصحافة الرياضية البناءة والهادفة، والتي كانت تشتغل دون أي حساب ذاتي أو أي منافع أو مطالب. فأنتما تمثلان جيلا من الجيل النزيه النظيف الذي افتقدناه في هذه الظروف الراهنة للأسف الشديد. ولك أخي سعيد الكلمة لتضع أسئلتك على الموضوع الذي اخترته لنا للنقاش فيه. إذن موضوع كما هو سؤال وضعته لأستاذ عقدي، وسأرمي الكرة الآن في معسكرك. الاتفاق أو مؤتمر الصيرات وضع خارطة الطريق، كل مضامين هذه الخطاب الملكي أهملت ولم يتم تفعيلها أو تنزيلها في أرض الواقع، فكانت الحصيلة كارثية. كيف ترى هذا الشيء المقرف؟ هذا الخطاب الذي قدمه جلالة الملك إيمانا منه بأن الرياضة جزء لا يتجزأ من تحضر والتنمية الحقيقية لكل بلد، ماشي المغرب وحده فقط، ولكن جميع الدول المتحضرة التي تسير قدما نحو يعني الازدهار لا بد أن تعطي أهمية كبيرة للرياضة. ونحن الآن نشاهد النتائج التي تحصلها الدول التي تعتني بالرياضة. للأسف الشديد في بلدنا أننا لم نقم أو المسؤولين أو الوزارات، وخاصة الوزارة الوصية التي كان هي المسؤولة الأولى عن الإلمام بما جاء في رسالة جلالة الملك ووضعها كخارطة طريق لتنظيم أو يعني تنفيذ خططها بدقة، والوسائل كانت متوفرة.
للأسف الشديد لم تقم هذه الوزارة بما ينبغي أن تقوم به، ولم تقم الجامعات التي سارت يعني بتهور في تسيير الأمور الرياضية. لذلك أنا رأيي هو هذا، وسأترك لأخي سعيد قد أن يقول رأيه فيما قلت أو ما لديه. هل من إضافة؟ أنا أقول على أن أولا النتائج التي حصدناها في هذه الألعاب كانت منتظرة، كنت على علم بها منذ سنوات عديدة، لأننا كما تعلم عايشنا العديد من الألعاب الأولمبية، وكما قلت أمس في أحد الاستجوابات على أنني قمت بتغطية شاملة مدققة لألعاب طوكيو، وحللتها التحليل الكامل. أعتقد أنني كنت في الواجهة، كنت ضمن الصحفيين الأوائل الذين غطوا تلك، والأرشيف كاين، دون أن نفتخر أو نجامل أو بكل تواضع الأرشيف يشهد علينا. قلت على أننا كنا ننتظر هذه النتائج، النتائج وخيمة، النتائج مؤلمة، النتائج مست بالرياضة ديالنا، مست بكرامتنا، مست بالمغرب، والأصل في كل هذا أعتقد هو التسيير الرياضي في البلاد. التسيير الرياضي في البلاد يجب إعادة النظر فيه. أنا أقول عكس ما يتداول في الأوساط على أن وزارة الرياضة تقوم بواجبها. وزارة الرياضة هناك التجهيزات الكاملة، هناك القاعات، هناك الملاعب، هناك الطاقة الشابة، هناك الأطور مع المراشد، وما خرج من أطور مهمة هي الآن في جميع الدول لها مكانتها، لا في التدريب، لا في كرة القدم، ولا في جميع الرياضات. إذن المشكل هو مشكل الأندية، مشكل الجامعات. الجامعات ما بالك، والدليل الواضح هو أنه هناك من لاصق على كرسيه. سنأتي هذا الموضوع لاحقا. ألا ترى أن جامعة كرة القدم هي جامعة النموذجية، هي القاطرة التي تنهج أساليب علمية في التدبير والتسيير، لماذا باقي الجامعات ظلت متأخرة عن هذه الأسرار التي لا يمكن أن نقول إلا أنها مبنية على معطيات علمية دقيقة؟ وراحتم التتويج في كأس العالم في المربع الذهبي، وكذلك الألعاب الأولمبية المربع الذهبي، النتائج تتحدث عن نفسها. أعتقد أن الميداليتين اللي حققناهم في باريس يجب أن يتم التحليل ديالهم، ويجب أن يوضع معا في الميزان. أنا شخصيا ورأيي الخاص، أنا بعد لا أتفق مع كل ما يقال عن الميداليتين. الميدالية الذهبية جاءت بتضحية شخصية من طرف العداء البقالي، هو المدرب دياله، ولها دخلة للجنة الوطنية الأولمبية، ولها دخلة لجامعة العرق، وفي ما حققه البقالي. بالنسبة للميدالية النحاسية بدورها، نتساءل ما دور الكرة المغربية هناك، ما دور الجامعة، ما الدور الذي لعبه المسؤولون في تكوين هذا الفريق. الفريق كله آتي من الخارج، كله سهرت عليه الفرق، وسهرت عليه الأكاديميات، وسهرت عليه الدول الخارجية، واستقطبنا أولئك الشباب وكوننا فريق ولعبنا فيه. إذن هنا في كاين المشكل. المشكل الثاني هو أرونا ماذا أهدرتم من أموال على هذه الميدالية النحاسية. هل تعتقد على أن كرة القدم في القمة؟ كرة القدم لا تسير بالملايير، والأموال هي التي على الجامعات الأخرى، لها نفس الملايير التي تلعب بها كرة القدم. راه سي القجاع يعتمد على المال، ويعتمد على سميتو على الجانب المادي في تحضير وتكوين وتهيئ المنتخبات. إذن جوج ميداليات عليهم علامات استفهام كبرى، في حين أن باقي الرياضات إجازة
وشوف هاتي لم ننزل بكل تقلنا الا على الرياضات التي شاركت في الالعاب الاولمبيه. اين هي باقي الرياضات؟ الركبي، الباسكت، كرة اليد، الطاولة، الملاكمة، العديد من الرياضات غائبة لا تشارك، لا تتأهل في سبتها العميق، المصارعة التي كنا نشارك بها وكنا نحقق لها نتائج لا بأس بها هي والملاكمة ومتراجعة إلى الوراء، باقي الرياضات الأخرى نحتل فيها المراتب الأولى، والأكثر من هذا أن الكثير من الرياضيين يحتلون المراتب الأخيرة بل و خارج السباق. مثلا في الدراج هذا ديالنا على بعد 100 كيلومتر توقف، في الماراثون الأخت الأخيرة توقفت، العديد من اللاعبين توقفوا، العديد وكانوا من وكانوا ضحية تنمر، الترياتلون كذلك. وشوف ولكن الألعاب الأولمبية راه طرحت بعض المشاكل التي لا يجب أن نتغافل عنها، لا يجب أن نمر عليها مرة كثيرة. مثلا الكردادي فاطمة الزهراء في الماراثون، تصور معي على أنها والعهدة على من روى هذا الخبر. كما أقول دائما أننا نحترم قوانين الصحافة، نحترم شرف المهنة، نحن نقول ماذا سمعنا وماذا نشر، والعهدة على من نشر. قيل على ان الكردادي سافرت 24 ساعه قبل النزال، سافرت من مالها الخاص، من مال والديها ومال اصدقائها هم الذين ساهموا لكي تصل الى باريس، انها لم تعرف المدار التي ستجري فيه. تصور معي هذه المصيبه، مصيبه وكارثه، ان اللاعبه تصل في 24 ساعه في الوقت اللي خصها تستراح وخصها تخضع لراحة، هذا مباشرة تدخل النزال، وأي نزال هذا 40 كيلومتر ليس لن تنزل 100 متر أو 50 متر أو 60 متر، راه 40 كيلومتر. هذه النقطة لابد أنا دائما أقف عليها وألح على ضرورة التحقيق في هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع ما خصوش يمشي هكاك، خصنا نشوفوا شكون اللي وراء وهذا هو السؤال الذي سنوجه للسحمن. يعني بعض رؤساء الجامعات اصبحوا فزاعة بعبع مخيف، ارتبطوا بالمسؤوليه والتحقوا بالكراسي بروابط حميميه في غياب ربط المسؤوليه بالمحاسبه. كيف ترى هذا التغييب، تغييب المحاسبه؟ انا الاحظ و يعني شاهدت وسمعت واحيانا رايت ان بعض رؤساء الانديه ورؤساء يتصرفون في الشؤون الرياضيه كانهم ملاك لهذه الرياضات. فمثلا عندما قال احد الرؤساء احدى الفرق المشهوره عضو في الجامعه انه له الحق في اخذ 30 تذكرة مجانا سواء هنا أو هناك، ولو كان 300 أضافة كذلك، ولو كان 300 يعني بالإضافة إلى هناك من يرحل مع المنتخبات وهو لا علاقة له بالرياضة. كما قال الأخ سعيد أن هناك من يتطفل على هذه الرياضة لدرجة أن هذه البطلة سافرت على حسابي. هذا ذكرني أيام كنا نسافر نحن الصحفيون على حسابنا، لا ناخذ يعني لا نقف امام الجامعه لتعطينا مقابل السفر او كذا تذكره او كذا. كنا نسافر على حسابنا واحيانا امكانيه ندتها، اما الجرائم التي كنا ننتمي اليها فتقول خذ حريتك اذا كنت تريد ان تتعلم وان تغطي وان تستفيد سافر على حسابك. انا مستعد ان اقول لك كل شيء بما في ذلك. عندما كنت في الاتحاد الشرقي كنت مسافر على حسابي انا شخصيا، اعوذ بالله قلت انا. فهذه الطغمه التي اصبحت تحوم حول الرياضه للاستفاده هي التي خربت الرياضه.
من بينها رؤساء جميع الذين أرادوا أن يصلوا إلى قمة الشهرة وكذا والثراء والفاحش. ماذا سيفعلون بهذا الثراء وبهذا أمام العمل الجدي وأمام أن أبطال ما خدموش الوطن ديالهم؟ أن أسماءنا كبيرة جدا ابتعدت عن الرياضة. لماذا؟ لأنها مضايقة، لأنها لا تجد المناخ الملائم للعمل، وهذا شيء يضر بلدنا ويضر وطننا. نحن يعني لا نريد النيل من أحد، نريد أن تتنظف صفوف الرياضة. على عيب بطلة بشي لحسابها والآخرون يذهبون على حساب الآخر، على حساب الدولة، هذا فلوس الدولة، دافع الضرائب، أموال دافع الضرائب. وجلالة الملك دائما كان يوصي بالعناية بالرياضيين وإعطائهم أولوية ونظافة اليد. نظافة اليد بطبيعة الحال. إذا كما قال الأخ سعيد أنه يجب يعني محاسبة عن كل هذه الأخطاء التي ارتكبت خلالها. وهذه الألعاب كما قال زميلي، هذه الألعاب كشفت المستور. علاش؟ لأن بعض الجامعات كانوا يعني يختبئون وراء النتائج الإقليمية، غلبنا تونس، غلبنا موريتانيا، غلبنا كذا، غلبنا كذا، ويعتبرون أنها نتائج، لكن النتائج الحقيقية هي الألعاب الأولمبية. محفل دولي، محفل دولي، وعز المرأة. فلكم دي مونتي بان العمل. كما قال صديقي أيضا أن الجامعة بطولة الوطنية لم تعطي أي لاعب، والأمل الوحيد الذي لدينا ونتمنى له التوفيق والنجاح والأكاديمية التي دشناها جلالة الملك التي محمد سيد التي ننتظر أن تعطي أكلها، لأنها مشتل حقيقي، مشتل حقيقي، ولأن فيها أطر نتمنى أن يكون في المستوى مسؤولية. سي سعيد ألا ترى أن هناك أبطال مغاربة من أصل مغربي تجنسوا ورفعوا رايات دول أخرى، ألا يترك ذلك في نفسك غصة في الحلق؟ في الحقيقة هذه شوف، قبل ما نتكلم معك في هذه النقطة كاين واحد الحاجة لا بد من إثارتها، لأن المتربصين بينا والناس اللي حاضرين على موجود. أولا أنه لا يمكن لأحد أن يساومنا أو يدخل معنا في الوطنية. احنا كما قال السي أحمد، نحن وطنيون، نحن مخلصون لله والوطن والملك. لما ننتقد ولما نتكلم بهذه الصراحة، هذه الروح العالية، فهذه هي الروح الوطنية، هذا هو الإخلاص للوطن. لسنا وهذا الموضوع ديال الألعاب الأولمبية راه يجر معه حملا ثقيلا وجبلا لا بد من تشتيته وتقطيعه الى اجزاء، وهذا الجسم هو الجسم الصحافي المغربي. راه اولا يجب محاسبه بعدا من اختار الصحفيين الذين رافقوا الوفد المغربي في الالعاب الاولمبيه. لم يعلنوا حتى على الاسماء. من اختارهم؟ لما وكيف وماذا حققوا وبماذا أفادوا؟ هذه الأسئلة كلها تطرح. الصحافة المغربية الآن رها في الحضيض، رها تعاني وتعاني، ورتها هي من الأسباب الحقيقية في تراجع الرياضة المغربية. رها ليس فقط رؤساء الجامعات أو رؤساء الأندية أو راه الإعلام المغربي راه يتحمل مسؤولية كبيرة في هذا. وسي أحمد راه عشنا معاه وعيشناه لما كان يحضر الألعاب الأولمبية، وكنت أجلس مكانه راه ويشهد بها اليوم كيف كان. كل صباح كان ديك الساعة الفاكس، كل صباح يزودنا بالأخبار كاملة وبالتحليل الكامل وبالأخبار وبالكواليس. أيه التاريخي الأرشيف، هادشي التاريخي شد عليه. الآن الصحافة التي حضرت باريس بماذا أفادونا؟ ها؟ أي أخبار زودونا بها؟ أي تحليل أضافوا لنا؟ لم نراهم لا في السباحة ولا في الركبي ولا في
الغولف ولا في التجديف ولا 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 ولا. لماذا ذهبوا؟ هذه المحاسبة لابد لها من أن تحط وتناقش، أليس كذلك سي سعيد؟ بلى بلى بلى. والقضية الأخرى راه حنا خص على الجميع أن يعلم، راه ملي كنكونوا ننتقدوا ولا ملي كنكونوا نتكلموا بهذه الطريقة وبهذه الوطنية وبهذا ليس تقريعا أو قد فهم، حنا لا نريد إلا الخير كما قال الأستاذ السي أحمد، لا نريد إلا الخير لوطننا، نفتخر بوطننا والوطن ديالنا راه يزخر بالطاقات الشابة. لما تقول أن المغرب لم يحتل أو لم يفوز بميدالية هذا عار، لأن المغرب له كل المقومات كما قلت، ها الصحاري ها الجبال ها البحار ها الغابات، وشي انتساء طبيعي، بانوراما طبيعية، كلشي موجود، طاقات شابة، طاقات شابة موجودة، الخيرات الحمد لله كلها، كاين الدعم اللي مهم ديال جلالة الملك. إذا سؤال آخر كان طرحته على كوريطا على الرجاء وقال لي 88 من العار، قال لي من العار ألا تفوزوا بكأس العالم وأنتم لكم شاطئان لكم طاقات مواهب عظمى، واستصغرت هذا الطلب أو هذا الفكر للمدرب البرتغالي، والآن لما استأسد المغرب في المربع الذهبي رجعت بي الذاكرة إلى الوراء وقلت بأن الرجل كان محقا. ألا ترى معي أن الآن وفي خضم الألعاب الأولمبية نحن متأخرون عربيا وإفريقيا، كيف ترى ذلك؟ بالنسبة لكرة القدم الآن هناك عدد كبير من المحللين، أنا أتكلم عن صبورة الميداليات، الميداليات هذه مسألة يعني محزنة. نحن متأخرون عربيا وإفريقيا. الذي يؤلمني أنا شخصيا هو أن الأعداء يعني الذين لم يسبق لهم أن تفوقوا على المغرب أو ميبا العالم ديالهم احتفل به في هذا المحفل فتقدموا علينا، هذا شيء يؤلمني أنا شخصيا، يؤلمنا كذلك طبيعة حال المغاربة جميعا، فهذا شيء يؤلمنا، رغم أن البطل البوكسور يعني مشكوك في امرهم لانه طرد من بطولة العالم ثم مارس في الالعاب الاولمبيه لان هناك اشياء تحاكم. المهم اننا تاخرنا في الالعاب الاولمبيه والمرض معروف والميكروب معروف، وهو عدم تحديد المسؤوليات وعدم قيام بالصحافه الرياضيه لحسن الحظ. الان قيل ان هناك منتدى للصحافه الرياضيه سوف يشرف عليه المعهد العالي للصحافه، ان شاء الله سوف يعني يبرمج برامج للصحافه الرياضيه الحقيقيه التي تكون بناءه وليست صحافه اطماع وارتزاق انتهازيه وارتزاق والى اخره ذلك من الامور التافهه يعني السافله التي لا تشرف المهنه. يعني هناك احيانا ان الانسان يستحي ان يكون صحفي رياضي، يستحي ان يقول انا صحفي رياضي، لما يدور في هذا الميدان من تحايل ومن تصابي ومن اشياء يعني يندلها جبين. نحن نريد اصلاح الرياضه يجب ان تكون في العمق عن طريق المسؤولين المتخصصين وعن طريق الجد الذي ينادي به جلالة الملك في جميع الميادين سواء في العمل السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي الى غير ذلك، والرياضي على الخصوص، لان الرياضه هي مراه المجتمع. اذا كان الشعب يحترم الرياضه وينال الجوائز، شوفوا ماذا تفعل جامايكا، دوله صغيره. جامايكا دوله صغيره اصبحت تحقق الارقام الخياليه، ما عندهاش الطاقات اللي عندها، ما عندهاش المساحه اللي عندها. يعني شوف دول صغرى، دوله صغيره واحد السنه بيضاء ربحت ميداليه ذهبيه 100 متر. غلبت العالم كله، امريكا واستراليا الى غير ذلك. يعني احنا ما عندنا سباحين، ما عندنا جانين 100 متر، ما عندنا كنوع من الرياضات. هذا حشومه، يعني احنا دوله رياضيه، بلد شعب رياضي. شعب رياضي من قديم الزمن، إذا يجب أن نجلس المسؤولون
على الطاولة لدراسة الأمور. ويدفعون فاتورة الحساب. أنا سؤال. أنا سؤال. أنا غادي نعطيك سؤال. ما الحل في رأيك؟ أنا سؤال. نخليه سي سعيد ياسر. أنا سؤال سأجيبك بالتهنئة الملكية لبطل المغربي البقالي، والذي قال فيه بأن ألعاب القوى ينبغي أن تكون نموذجية لباقي الجامعات الأخرى. أنا أقول بأنها رسالة مشفرة تندد بالجامعات الفاشلة، الجامعات التي لم تحقق الإضافة، الجامعات التي رجعت من القعقرة، الجامعات التي أبكت المغاربة، الجامعات التي ما زالت لحد الآن لم تدفع فاتورة الحساب، الجامعات التي كشرت عن أنيابها عندما تم نقاش فشلها وأوراق اعتمادها، وهي دائما تستنجد بالملك في عملية خاسرة، والكل أصبح يعلم كل شيء لأن أوراق التوت عرت تلك الحقائق، وأصبحوا أمام العالم مكشوفي النتائج والحقائب والأراء. هذا في نظري ينبغي أن نكون واضحين، فلا ينبغي لأحد أن يزايد عينا في الوطنية. الوطنية في القلوب. فنحن ملكيون أكثر من ملك. نصوم بليرويليس كلوا. وعلى بعض رؤساء الجامعات الذين ما زالوا يستعملون هذه الورقة أن يعلموا أن هذه الورقة محروقة، وأن هذه الأسطوانة أصبحت مشروخة، وأن حب الوطن ليس له ثمن. فالمغرب في أعماقنا، في وجداننا، في ضميرنا، نفديه بكل قطرة من دمنا. لا نحب أن يكون المغرب موضع مزايدة، وأن يستنجد بالملك للبقاء في الكراسي. فالمسؤولية تكليف وليست شريف، وينبغي كل من فشل أن ينزل بهدوء، وإلا سينزل بقوة النقد وقوة سيف ديموقريطس الذي هو الرأي العام الوطني، الذي أصبح يفهم اللعبة جيدا، وأصبح يعلم ما لهؤلاء من بالماريس ومن دبلومات ومن مؤهلات. فالكل الآن أصبح مكشوفا، وأظن أن العد العكسي للتنازل هو سيكون آخر ورقة، والبناء من جديد وفق قواعد علمية مدروسة. برافو. ولا نريد من جديد لبعض الأسماء الانتهازية التي لا تملك الضمير الوطني أن تتربع على هذه الكراسي. فالملك كان جميعا في خطاباته جميعا، كما كان الملك محمد السادس، محمد الملك حسن الثاني، كان في احد خطابه انه يقول انا ابحث عن اولاد الناس، فاولاد الناس قلائل ويتهربون من المسؤوليه، لكن ينبغي ان نمنح لهم فوق طاقه طابق من ذهب، فهؤلاء هم من سيخدمون هذا البلد في غياب تنطع انتهازية أو البحث عن المكاسب. كفى، فقد استنزفتم الميزانية، فقد استنزفتم خزينة الدولة، ولم تعطوا المراد، ولم تحققوا الهدف. هذا يكفي. فرحلة تدبيركم كانت رحلة غير موفقة، وينبغي أن تدفعوا فاتورة الحساب. ولكل راكب ولكل راكب من نزول. سي احمد، شي كلمة؟ حقيقة أن ما قاله سي سعيد يعني لا غبار عليه، فمسألة الوطنية لا يمكن للإنسان أن يزايد عليها. في المغاربة جميعا ولله الحمد يحبون وطنهم ويحترمون مقدساته ملكا وشعبا ودينا، ولا مكان عند المساعدة. فنحن نريد وطن يسير قدما إلى ما وصلت إليه الأمم
من تحضر وتقدم ونتائج باهرة، ولكن نتمنى أن يفهم الذين فشلوا أن في قلوبهم مرض أو في قلوبهم مرض أن الذين فشلوا أن يرحلوا ويتركوا المجال، لأننا بحاجة إلى التجديد وبحاجة إلى عمل الجاد وبحاجة إلى نخب جديدة، نخب جديدة تستطيع أن تسير بتنميتنا الرياضية بطرق علمية بطرق علمية بطرق وبمؤهلات كبيرة. على كل حال هذا يعني رأينا وسنبقى دائما هكذا، لن نتغير لأننا نحب وطننا ونريد له الخير. إذا لا يعجب هذا الكلام فله ما يعجب. أنا ما أثار انتباهي السي حميد والسي سعيد في الآونة الأخيرة أنه بعض الوجوه بدأت تظهر لما أجمع المغاربة كلهم على فشل الجامعات. بعض الوجوه التي كانت غابرة، لا أقول لك هذا بطالة أو هذا حقق إنجاز كذا أو هذا ميدالية ذهبية هنا أو هذا، المهم وجوه بدأت تظهر رغبة في اقتناص في الظهور وحب الظهور واقتناص اسمعي نكمل الفكرة واقتناص المناصب، وهذا ما أشرنا إليه. بالأمس قرأت مذكرة برلمانية اجتماع اللجنة المكلفة بالرياضة على أنهم سينظمون جلسة سيحضرها الأعضاء ديال اللجنة واستدعوا إليها عويطة، المتوكيل، السكاح، القروج وسيداودة. المهم وأنا عجبت عن هذه المذكرة، قلت على أن ليس هذا بالحل. الحل لإخراج مناظرة وطنية. الله يبارك فيك، إخراج الرياضة مناظرة وطنية. لا، النقطة التي أريد أن أشير إليها هو يجب إحضار الأساتذة في العلوم الرياضية ومناظرة وطنية، ليس فقط أنه ربح أو دا ميدالية ذهبية. البطل عنده سيفيد، ولكن لن يفيد أكثر من أستاذ أو من دكتور متجدد في علوم المورفولوجيا والسيفولوجيا. إذا كاين علوم كثيرة رياضية، راه هاد الأساتذة راه هما اللي خصهم يحضروا وهما اللي خصهم يديروا خطة الطريق للرياضة المغربية. بغيت نقول لك مثلا عويطة، عطاتو المناسبة في زمن ما نسيت فشل. عويطة عمره ما كان نافع للرياضة الوطنية. يعني عويطة كان فعلا بطل. هادشي اللي قلنا له. كان واحد الوقت تعطاته المسؤولية ولكن ما استطاع أن يتشعب. أنا أقول. ناول متوكيل منذ أن فازت بميدالية. عثماني. وهي في إما في اللجنة الأولمبية عضو في اللجنة الأولمبية أو في عضو في اللجنة الدولية اللي عرفتهم. ولكن شوف نعطيك واحد المثال حي كنشوفوا شناه في الألعاب الأولمبية. شوف رئيس اللجنة الأولمبية كما اسمه رئيس اللجنة الدولية لألعاب الكرة ماشي الإنجليزي صاحبي ربط الاسمية ديالو وقف وقفة دائما مع الرياضة ديال البلد ديالو، مشى للبرلمان دافع على الرياضة ديال بلادو، انتخب عالميا رئيس اللجنة الدولية، يعني رئيس اللجنة العالمية للألعاب الكرة، يخدم بلده ليل نهار. حنا الأبطال عندنا سيباستيان كوك، راه بطل، يعني جوج مرات بطل في جوج ديال الرياضات، جوج أنواع 200 متر أظن و 400 يعني 800 بارو. يعني الآن يشتغل ويشتغل دائما وله كلمة عليا. لأننا هو المتوكل دائما في الكوميتي الأولمبي، عزيزة علينا وحبيبتنا، ولكن ليس بإمكانها القيام بأي شيء. تمام. الدروج داير شغالو. عويطة راه كتعرفوا الوحيد الذي يشتغل من اجل الوطن والرياضه هو انس بدوان، نراها كل يوم في الميدان، كل يوم في الرياضه ديال الجامعه، هي مع الفقراء، هي مع البنات الصغار، هي مع الضعفاء، هي في الدور الفلانيه، هي في هذه انسانه رياضيه. وكذلك عزيز الدولي خبرته تفيدنا خبرته. هم شو لانه خبير في الرياضه. كاين شي كبير، كاين عدد كثير ديال، ولكن نقولوا هذا زمن جديد
يمكننا اختيار بعض الناس الذي ما زال بقميه خبره يمكن ان مستمر خبره اكسبيرتيز تسين في العداله الدوله ما كانش تعد يعطي كثير اذا انا اقول ولن اضيف اشياء اخرى الا ان مشاكل الرياضيه ينبغي ان تكون موضوع مناظره وطنيه يستدعى اليها خبراء الميدان وكما اشرت وشكرا لك على هذا التنبيه اساتذه العلوم المورفولوجيا والسيكولوجيا والعلوم البدنيه والرياضيه وكذلك من يملكون الخبره كما اشرنا الى عايز دوله بعد الاسماء التي يمكن ان تضيف اشياء جديده لرياضتنا كما قال الاخ اين احمد فراس اين لاعب المنتخب الوطني الفائزون بكاس افريقيا اليتيمه يهمشون دائما يهمشون ولا يستدعون في اكثر من مناسبه من يحضر هؤلاء الفشلاء الذين لا يقدمون اي اضافه لهذا البلد ينبغي ان تسلط الاضواء على اسباب الفشل وتحديد المثبطات والعوائق وتسليط الضوء كذلك على هؤلاء الذين سيتقلبون المسؤوليه مؤهلاتهم خبراتهم اخلاقهم معاملاتهم وكذلك التوقيع وهذا مهم على عقده اهداف والمحاسبه على توقيع على عقده اهداف كونتغ دو بوت لا يمكن ان نترك الحبل على الغريب ونتجرع نفس المراره من نفس الكاس ونبكي موالا حزينا عند كل مناسبه دوليه واولمبيه كفى من التعنت كفى من التسيب ولنفتح صفحه جديده بيضاء نتمنى ان تكون كلها واعده بالالقاب والتالق دعني اختم هذه الجلسه المباركه بكلمه لا بد ان اقولها في حق الجميع اننا لا نستهدف احدا واننا لا علاقه لنا باي شيء يسيء لفلان او فلانه نحن نريد فقط ان ننبه الى ما تسير اليه رياضتنا والى ما اصبحت تعانيه من خصاص ومن عمل جاد لذلك اسمحوا لنا اذا تجاوزنا حدودنا ولكن وطنيتنا لا تسمحوا لنا من اجل وطنيتنا وغيرتنا على وطننا وعلى رياضه بلدنا شكرا الوطن فوق الجميع شكرا